البيشمركة وتضحياتها الكبيرة في سبيل الدفاع عن كركوك وأبنائها من جميع المكونات، مشددين على ضرورة إقامة نصب تذكاري لشهداء البيشمركة، لا سيما الشهيدين العميد شيركو فاتح واللواء حسين منصور، ليبقى شاهدا على تضحياتهم وليذكر أجيال كركوك القادمة بمن ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل كركوك. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. أشاد أعضاء من مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية بملاحم وبطولات وتضحيات قوات البيشمركة في دفاعها عن كركوك وأهلها دون تمييز، مؤكدين حرصهم لتخليد ذكرى شهداء البيشمركة وخاصة الشهيدين العميد شيركو فاتح واللواء حسين منصور، وذلك بإقامة نصب تذكاري ليبقى شاهدا حيا لأجيال كركوك المتعاقبة تذكرهم بالأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل كركوك. مديون لدماء شهداء حماة حدود كركوك من البيشمركة والقوات الأمنية بسبب وقوفهم وتصديهم الشجاع للمجامع الإرهابية. حاولوا كثيرا اختراق حدود كركوك لأنه واجهوا دفاع مستميت ومقاومة شديدة من أبطال البيشمركة وقوات الأمنية، وبالتالي نحن نقدر أو لا تقدر ثمن مواقف هؤلاء بثمن، وهؤلاء لهم مكانة وموقع كبير في المجتمع. عميد شيركو كان يعني شخص فعلا قدير وشخص شجاع وشخص كان يعمل لدفاع عن كركوك، ما كان يفكر يوم من الأيام أنه يدافع عن جهة معينة قوم معين طائفة معينة، وإنما دافع عن كركوك بإخلاص، وعليه تكريمه واجب على كل إنسان وخاصة على المسؤولين تكريم هذا الشخص وكذلك لواء حسين. فأعتقد أنه هؤلاء يعني قادة في مقدمة الجبهات، قدموا أنفسهم، فبالتالي تكريمهم واجب علينا جميعا. العميد شيركو كنا على تماس وعلى علاقة مباشرة منذ فترة طويلة، يعني عندما كان متواجدا في كركوك كان يتمتع بأخلاق الشهداء، بأخلاق الصحابة، بأخلاق عالية، يعني كان لا يفرق بين مكون ومكون آخر عندما كان يتعامل، فبالتالي دافع عن كركوك علما كركوك بكافة المكونات. أما بالنسبة للواء يعني حسين منصور فأيضا جاء في وقت مهم وفي وقت حرج، أيضا قدم دمه الزكي دمه الشريف في هذا المنطقة، فبالتالي أيضا أصبحوا من خلال الدماء اللي روت هذه الأرض هم أصبحوا أيضا من أبناء كركوك، فبالتالي ضمن مجموعة الشهداء شهداء كركوك من كافة المكونات اللي قضوا بالدفاع عن كركوك وكرامة كركوك وكرامة شعب كركوك، فبالتالي أيضا يجب علينا أخلاقيا ووطنيا وكمسؤولين في المحافظة أن نفكر بإقامة نصب تذكاري لهؤلاء الشهداء في موقع متميز. عضو في لجنة العلاقات في مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية أكد بأن اللجنة قد أوصت بكتاب رفعته إلى اللجنة التنسيقية في مجلس المحافظة بإقامة نصب تذكاري أو جدارية تخلد شهداء البيشمركة وخاصة الشهيدين العميد شيركو فاتح واللواء حسين منصور. وأخواننا في البيشمركة قد ضحوا بأنفسهم وقدموا نفوسهم تضحية في سبيل الحفاظ على أمن محافظة كركوك. اجتمعت لجنة العلاقات العامة والتي تختص بالموافقة على هذه الأمور، وقررنا بإحالة مسألة إقامة نصب تذكاري أو جدارية تذكارية أو أيا كان نوع التكريم بما يليق بالشهادة العميد شيركو واللواء حسين منصور في محافظة كركوك، ونقلها إلى اللجنة التنسيقية لأعضاء المجلس لكي يتم الاتفاق على المكان والزمان وتخصيص المبلغ اللازم لهما. تخليد شهداء البيشمركة من قبل جميع قوميات ومكونات كركوك ما هو إلا تقدير ولو يسير لهذه الدماء الزكية الطاهرة التي سالت على أرض كركوك دفاعا عنها وعن أهلها دون تمييز. يشار خالد، فضائية كركوك. في موضوع آخر، تواصل قوات البيشمركة تطهير مدينة شنغال من إرهابيي داعش فيما تواصل